الحلو بكل شيء ماكو انه يحكي عن فتره جدا حرجه بتاريخ العراق، من فتره غيرت شكل العراق، غيرت شكل العراق كمجتمع كناس ك يعني حتى الشعب انصدم بنفسه على كمية العنف والتفرقة والمصايب اللي صارت بهالفترة هاي. يعني احكي على شخصيتي، كل عراقيين واجهوا هذا الموقف انه انت هل تغامر بحماية احد قريب عليك او حتى مو قريب، هل تغامر حماية انسان او انت هدفك بالحياة انه تحافظ على نفسك وعلى حياتك وعلى، لانه وصل انه وصلت المرحله انه انت لازم يكون هيك فرز بالموضوع، وهو شيء مخيف. فاني كلش عاجبني الفيلم انه يحكي على هالخوف هذا، على هالقرارات الحاسمه المصيريه اللي انت تقرر بين انسانيتك وبين المحافظه على حياتك، وين ما تتجه راح تخسر.